الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. بمناسبة عيد العمال أول ماي من كل سنة يحتفل العالم بهذا اليوم المبارك، وها هي الجزائر تحتفل به. عيد مبارك كل عاملات وعمال الجزائر الحبيبة، عيد مبارك لكل عاملات وعمال بلدية ولاة سحمد الفتية، كل عام وهم بخير. وأخص بالذكر مهندسو وعمال النظافة الأبطال الذين يسهرون دوما على نظافة هذه البلدية، لهم منا كل الاحترام والتقدير. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا اليوم السعيد أبت الجمعية إلا أن تكرم عمال النظافة ومهندس النظافة لبلدية أولى سي أحمد الذين يسهرون على تنظيف وتطهير شوارعها وأحيائها وقراها، فبارك الله فيهم وجزاهم كل خير. من هذا المنبر نوجه رسالة إلى جميع السكان وجميع المواطنين أنهم يساعدوا عمال النظافة. كاين بعض السلوكات البسيطة اللي تساعد عامل النظافة، مثلا أنه يدير القمامة في كيس بلاستيكي محكم الإرباط، بالنسبة للزجاج ما يكونش داخل حاوية القمامة. أيضا مواد النظافة، مواد البناء لا يصلح أن تكون مع القمامة المنزلية. أولا قبل كل شيء أصلة عن نفسي وباسم أصدقائي عمال النظافة أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في هذا التكريم مهما كان مسمى، وخاصة جمعية صناع الحضارة كل باسمه وكل بقدره. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، طبتم وطاب ممشاكم.